مساء الخير. طقس شتوي دافي حرارياً خلال فترة نهار عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب كتل هوائية دافية عم بتأثر على مناطقنا وعم بتأدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة إلى فوق معدلاتها السنوية، وبيتحول طقسنا إلى غائم وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة ليل بكرة الأربعاء، وبتستمر الأمطار للخميس. الحرارة إذن معتدلة، رطوبة عادية، البحر معتدل، الموج حرارة 117 درجة، وليلة طقسنا رح يكون غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وهبوب رياح شرقية بالمناطق الجنوبية. لبكرة الأربعاء طقسنا غائم جزئياً بالفترة الصباحية مع هبوب رياح ناشطة واستقرار بدرجات الحرارة، وبتبدأ الدرجات بالانخفاض بفترة بعد الظهر مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وبتحول الطقس إلى غائم مع تكون ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة بفترة المساء واحتمال حدوث برق ورعد وتساقط للثلوج على ارتفاع 1700 متر، بينما الخميس رح يكون طقس غائم وممطر، فحضروا الشمسيات لأنه الشتوية بعد ما خلصت. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 510، المعدل أو هالسنة الماضية 320 والمعدل عام 540. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل: 11 على المرتفعات، 5 بالبقاع درجة والأرز درجتين تحت الصفر. وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة: 17 ببينو، الكويخ 14، أبي سمرة 19 والأرز 7، العقورة 12 وبعلبك 11، جونية 19 وبرمانة 13، بيروت 20، زحل 12، بيت الدين 13، صيدا 21، دير الزهراني 15 وصور 21. الرطوبة بتتراوح بين 50 و75%، حرارة سطح الماء 17 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون جنوبية شرقية ناشطة بالمناطق الجنوبية. أما كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين اللي جايين؟ لبكرة 13-20 إذن قلنا رح يكون في أمطار من فترة بعد الظهر، الخميس 11-16 وفي انخفاض بدرجات الحرارة وبتكمل درجات الحرارة بالانخفاض ليوم الجمعة أدناها 11 وأقصاها 15، والطقس رح يكون في بعض الأمطار. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، وعم نشوف القدس 17، صنعاء 26، الرباط 20، نواكشوط 34، لندن 5، وباريس 7. وهيدا كان كل شيء. باي.